وزارة الشباب أعلنت التعليمات الخاصة ببطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم الشعبية وتنس الطاولة للجنسين والشطرنج، والتي ستقام خلال شهر رمضان المبارك. ومعنا عبر الهاتف من عمان مدير الإعلام والاتصال والناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب عمر العزام. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. يا صباح الخيرات على المملكة وعلى صباحات المملكة الجميلة. يسعد صباحك. بداية، ما هي بطولة الشباب الرمضانية وما هو الهدف منها؟ سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بعد التعافي بإذن الله والانفتاح اللي عم بصير بعد جائحة كورونا ومع الحذر وتعرف القرارات الجديدة اللي أصدرتها الحكومة، هناك مهرجان أردني تقوم به الحكومة كبير جدا اسمه رمضانيات، لحث الناس ومساعدة الناس على العودة للحياة وعلى العودة للأمل. يعني مجرد الشعور بوجود الأمل والعودة للحياة هو شيء جميل. وزارة الشباب لها جزئية مخصصة امتدادا لبطولة كانت قد قامت بها عام 2019، كانت باسم بطولة الاستقلال الرمضانية وانقطعنا لسنتين. الآن نعود باسم بطولة الشباب الرمضانية، هي لخماسيات كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة، ورح يكون مهرجانات وبازارات وما إلى ذلك بالمدن الرياضية وبكل لواء من ألوية المملكة الأردنية الهاشمية. تقدم وسجل عبر رابط المشاركة في البطولة الخماسية مئات الفرق من الشباب الأردنيين. شروطها يا سيدي أنه الفريق بده يكون العمر اللاعب من 18 ل 35 سنة، لازم كل فريق يكون مكون من 10 لاعبين وإداري ومدرب بسجلوا أرقامهم الوطنية وما إلى ذلك من خلال الرابط. طبعا البطولة هي للأردنيين ولأبناء الأردنيات ولأبنائنا من قطاع غزة الموجودين بالأردن. نعم سيد عمر، نعم، تحدثت عن انقطاع لمدة عامين وبعده مئات الفرق قامت بالتسجيل من خلال الرابط الذي تحدثت عنه، يعني هل تم إغلاق باب التسجيل في هذه اللحظات؟ والرابط أين يمكن أن يجده أي فريق يرغب في التسجيل لهذه البطولة؟ الرابط موجود عبر صفحات وزارة الشباب على السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك، وهو الأكثر يعني ارتيادا من الشباب الأردني. صفحة اسمها وزارة الشباب الأردنية موجود، وإحنا آخر موعد إن شاء الله رح يكون مساء يوم الجمعة بكرة، فلا زال هناك مجال للي بدهم يشاركوا. في جوائز، في جوائز وفي أمر فني أيضا بنتظر الشباب. رح يكون في مدربين من الفرق الكبيرة في المملكة بيحضروا المباريات، المدرب بعينه الناقدة وعينه التي ترى ما لا نراه نحن سوف يعني يرى المواهب، وهاي المواهب رح تدعم الأندية وبالتالي هاي الأندية رح تدعم المنتخبات. الفرق رح تلعب على مستويين، في بالبداية مستوى اللواء ومن ثم بطولة لكل محافظة. الآن بطل المحافظة رح يأخذ 2000 دينار، الثاني على المحافظة رح يأخذ 1000 دينار، والثالث على المحافظة مكرر رح يقتسموا اللي هم 750 دينار. ولكن رح يصير في بطولة على مستوى المملكة، رح يجوا هدول الفرق 12 اللي فازوا وحجزنا لهم بفندق إن شاء الله. نعم. ورح يكون في ختام لبطولة المملكة في عمان، الأول على مستوى المملكة رح يأخذ 5000 دينار، الثاني رح يأخذ 3000، والثالث رح يأخذ 1000، والرابع رح يأخذ 500 دينار. نعم سيد عمر، ربما الحديث عن الجوائز هو ما قد يشجع الشباب على المشاركة في هذه المسابقة. تحدثت عن جائزة على مستوى المحافظة وجائزة على مستوى المملكة. الفريق الفائز في المحافظة سيأخذ جائزة المحافظة، وإذا فاز على مستوى المملكة سيأخذ أيضا الجائزة الأخرى. نعم صحيح. نعم جميل يعني جدا. يعني في فريق مثلا بالمحافظة أخذ 2000 دينار، هذا تلقائي خلص تأهل لبطولة المملكة، ممكن يأخذ بطولة المملكة يأخذ كمان 5000 دينار، إذا جاب الثاني بأخذ 3000 دينار وعنده 2000 من أول. يعني هذه دعوة للجميع للمشاركة في مثل هذه المسابقات مع هذه الجوائز المميزة. يعني الشباب اللي بيتابعونا خاصة خلال الفترة الرمضانية، بالتأكيد المسابقات ستعقد بعد الإفطار بما أنه نتحدث عن متطلب مجهود يحتاجه من قبل هذا. يعني متى من المتوقع أن تبدأ هذه المسابقات؟ البطولة رح تبدأ في 7/4 وتستمر ل29/4، والمباريات رح تكون الساعة 10 المساء. كل لواء في ملعب محدد وستقام عليه البطولة، ومن ثم لما ينتقلوا على مستوى المحافظة نفسها
في ملعب للمحافظة، وبالأخير موجودين عندنا إن شاء الله بعمان بملعب معتمد. بالتأكيد ومنرحب بكل الشباب والنشامة من كافة المحافظات راح يتأهلوا للبطولة النهائية في العاصمة عمان. سيد عمر، لنذكر بالأعمار المسموح لها بالمشاركة نعم. في هذه البطولة المقامة خلال الفترة القادمة من مشيئة الله. نعم، الأعمار من 18 ل 35 سنة. في كمان نقطة، مبارح أنا أجاني سؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة وزارة الشباب الأردنية، أنه العسكريين، نعم العسكري أردني بحق له يشارك. العسكري الذي تنطبق عليه الشروط من 18 ل 35 سنة بحق له يشارك. المعلمين، الجمعيات، الكليات التربية الرياضية والجامعات بكل كلياتها، أهلا وسهلا بالشباب الأردني من أقصاه إلى أقصاه. إحنا نسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من الفرق، لأنه بتعرف برمضان ومع بداية الربيع وكذا الفرق الشعبية الأردنية بصيروا يعملوا بطولات منفردة، وهذا كنا شيء لاحظناه بال 2019 قبل ما نعمل بطولة الاستقلال الرمضانية. بكونوا بيعملوا بالزرقاء بطولة، بعمان بطولة، بإربد، بالكرك، لكن التجربة اللي إحنا عملناها بهذاك الوقت، و أذكر أنه شارك فيها 1040 فريق بال 2019، 1040 فريق شاركوا، فكان شيء جميل جدا أنه نعمل شيء على مستوى احترافي وتنظيم عالي المستوى، ومحكمين متميزين أردنيين من وزارة التربية والتعليم، أغلبهم كانوا مشكورة وزارة التربية والتعليم على تعاونها معنا، ولكن كان شيء جميل جدا. من الجميل أنه إحنا نعطيهم شيء احترافي، يشعروا أنه في شيء أرقى وأقوى، وفي اهتمام من الدولة ومن الحكومة، وأنه برضه ما ننسى أهم نقطة بالنسبة للاعب الفذ الموهوب، أنه فرصتك تظهر أمام مدرب قاعد بدور عليك. نعم، وأكيد يعني كل الفرق تحتاج عند بداية كل موسم كروي للاعبين جدد، وهذه بالفعل فرصة للجميع لنتحدث عن مدى العلاقة ومدى التعاون مع الجهات التي قد تدعم هذه البطولة، وتحديدا القطاع الخاص. ما مدى التعاون بينكم وبين الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه البطولة؟ يعني شوف، صاحب العلاقة الرئيسي خلينا نقول بعيدا عن كرة القدم الاحترافية، صاحب العلاقة الرئيسي هو وزارة الشباب، المظلة الرسمية للعمل الشبابي في المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك لما بدي انسهيت عن أني أحكي نقطة مهمة، على أن لا يكون اللاعب مسجل ضمن قوائم الاتحاد الأردني لكرة القدم. نعم، هذا شيء يعني فرصة للشباب اللي مش مسجلين بأي نادي رياضي في يعني في المنتخب، في الأندية الرياضية الأردنية، إذا هذه ستكون فرصة لهم. سيد عمر، لنتحدث أيضا عن البطولات الأخرى، هناك بطولة الشطرنج وأيضا بطولة تنس الطاولة للجنسين، وربما نعم. من يتابعنا الآن مهتم في هذه الرياضات أيضا التي يعني تشجع الجنسين على اللعب بها، هل نعم ستقام صحيح. في نفس الوقت؟ لا، هلا في خصوصية سواء بعمان، بالزرقاء، بالمحافظات، في خصوصية الآن متروك الأمر لمدير الشباب في المحافظة اللي هو فيها، لأنه هذه التنس الطاولة والشطرنج ستقام في المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب. يعني أصدر معالي وزير الشباب محمد النابلسي قرار بأنه المنطقة اللي بيضطروا يعملوا فيها تنس الطاولة والشطرنج بعد الإفطار، أنه دوام مشرفين المركز الشبابي أو الشابات في هذا الوقت يتحول من قبل الإفطار إلى بعد الإفطار. إحنا كتير سلسين بعلاقتنا في أنه كيف نداوم مع الشباب، كيف نفتح منشآتنا للشباب. نقطة ثانية، كل الفاسيليتيز وكل الإمكانيات اللي موجودة بوزارة الشباب مفتوحة أمام الشباب الأردني مجانا خلال شهر رمضان المبارك. نعم، مدير الإعلام والاتصال والناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب عمر العزام، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، ويعطيكم ألف عافية.